لعشاق القهوة، اليوم وفر لكم مكينة عملية جدا تستخدمها في أي مكان مع بطارية، وتقدر تستخدمها داخل البيت، تقدر تستخدمها في السيارة، ما عندك أي مشكلة. خلوني أرويكم القطعة. المميز فيها أنك تقدر تستخدم البودرة المطحونة أو الكبسولات الصغيرة في القطعة هذه. تبطل القطعة اللي فوق وتعبي الماي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى كوف. بعد ما تحط الماي، طبعا القطعة هي اللي تسخن لك الماي بالبطارية الموجودة فيها، واستمتع بأحلى كوب قهوة.